في المارشي سونت هذاك علاش بتيت علينا شوي. اي انا موجود، تحيه لكم وكل ساده مستمعينا الكرام. اليوم الخميس ان شاء الله نهار مبروك على الكل. كالعاده نحاولوا ان نرافقوا ساده مستمعين باعطائهم ربما معناها المعلومه متعلقه بالبورصه الاسعار المنتوجات الفلاحيه الخضار وغلال ولحوم بيضاء او حمراء ان شاء الله. عفيفه ايوه معاك رمز. دونك ما نعرفش شنو انا معاك هذه ظروف المباشر سيدي خويا. طيب اليوم وين اخترت لنا الوجهه؟ اخترت بسرعه مشيت المارش سنترال نهج اسبانيا وين محليها محليها برشلونه بالعاصمه. في الحقيقه الحاجه اللي تفرح اولا اقبال موجود، الاقبال هذه نجم نقراوها عديد القراءات ربما انه المواطن ولا يلقى نسبيا معناها ما نجم يعبي القفه نتاعو في علاقه بانه معناها كل منتوج عنده اكثر من سعر. هذا يعاونه هذه اول حاجه، وهذه علامه ربما تكون باهيه. الحاجه الثانيه انا متفائل عفيفه انه كنت اتذكر مره معناها تحدثنا على موضوع والنقطه متعلقه بالاسمده والحبوب وعلاش ما فماش سميد، وربما المشكله هذه باش تحل في المستقبل ان شاء الله بقدره ربي. والله احنا ما حليناش مشكله السكر رمزي في بالك. انا عندي برشا ما دخلش لداري السكر ما لقيتوش. ولو انه وزاره التجاره في بلاغ لها ديرنيرمون قال فما معناها شحنه جديده. حتى كي كلمناها مش بلاغ احنا بدنا كلمناهم وقالوا لنا فما شحنه وصلت وما نعرفش. وي ان الحاجه اللي نتسالوا عليها زميله عفيفه راهو احنا في تونس راهو ما نعرفش تقول لي نجموا نصنعوا السكر ولا ما نجموش نصنعوا. عندنا معمل في بيج يعني اسكو السؤال لهنا وزاره التجاره على الاقل معناها توضح لنا نحن قد الانتاج المحلي قداش وقداش نجم يكفي اون بورسونتاج. حكينا اتنرجعوا للسوجي هذا بحول الله. على كل حال ان شاء الله خير راح نقولوا. بالنسبه للخضره والغله ما شاء الله الزميله عفيفه الخير موجود ما شاء الله، معناها خضر غلال لحوم ما شاء الله. معناها اذا نبدا مقطع انا استانست ساده المستمعين نبداو ديما بالتروا ريفيرونس نتاع الكوجينه اللي هما دائما الطماطم والفلفل والبطاطا. اذا الطماطم موجوده فما اللاعب الاساسي فما من دينار و100 وهو كذلك حتى يكشف دينار و400 بالنسبه للطماطم. بالنسبه للفلفل اذا نبدا بالفلفل الحلو زاد فما زوز اسوام ولو انه دائما غالي معناها الفلفل الحلو معناها فما 3300 وفما حتى يكشف 3600. وبالنسبه للمسكي اقل شويه بتبيعها في حدود 2500 و2700 بالنسبه الكيلو. الطماطم فما ثلاثه اسوام فما 950 اقل جوده ولو انه يكون مكتوب عليها تونسيه ولكن على كل حال لكن فما دينار 350 اللي هي السوم اللي نعرفوها الناس الكل. واذا واحد يحب كاليتي باهيه ياخذ دينار و700 تلقاها بطاطا كبيره برشا معناها في الحجم الى غير ذلك. بالطبيعه اذا نمشيو للخضار الورقيه 500 ملي ومن بعد نمشيو للجهه والضفه الشرقيه ما بين ضفرين من السوق نلقاو السنيريا نلقاو بسوم دينار و100 والقارص مازال غالي في الحقيقه. كان دينار و600 دينار و700 نزل شويه فما شكون يبيع حتى دينار و500 ولو انه يبقى غالي. على كل حال لانه في الوقت هذا نورمون يكون السوم نتاعو اقل من دينار. على كل حال الفول اللي يحب الفول ولو انه الفول ما استعملوش كما قلنا في حدود دينار و200 معناها موجود. القناريه كيف كيف دينار و300 ربما لانه ما نعرفش الانتاج اسكو هو مربوطه بالفصل بالشتاء الى غير ذلك ربما المنتوج ماهوش معناها متوفر بكميه كبيره. بالنسبه للغله من الجهه الغربيه من وانت داخل المارشي سنترال تلقى المشمش مازال غالي في الحقيقه دو كاليتي فما شكون يبيع ب 3700 وفما شكون يبيع ب 3400 وبالنسبه للخوخ اقل شويه بتبيع 2500 وفما حتى شكون يبيع 2800 الخوخ الكبير هذاك. البنان انا نقص سمو وهذا طبيعي جدا كل ما معناها الحراره ترتفع الا وسمو ينقص وهذا طبيعي معناها في حدود 5900 وفما شكون يبيع ب 6000. بتبيع الفريز اللي يحب فريز دينار و100 موجود بتبيعه. اذا نمشيو للحم مازال غالي للامانه حتى
سوينا معناها تعدينا مرحله العيد الى غير ذلك، ولكن دائما مازال فما مشكله نتاع الحم اللي هو غلاء التكلفه نتاعو الى غير ذلك، ولو انه الحكومه مؤخرا كانت تحدثت على انه باش تدعم الفلاح الى غير ذلك. السوم الحم العلوش بالنسبه للجزار العاديين في حدود 31 دينار، ونعرفوا فما شركه اللحوم زميلتي عفيفه داخل المارشي سنترال تباع فيه في حدود 27 28 29 دينار بالنسبه للحم العلوش، بتباع الحم البقري باش يكون اقل شويه في حدود 27 دينار. الدجاج كالعاده، الدجاج كالعاده معناها 6000 و7000 بالنسبه للدجاج، بالنسبه للسكالوب تتراوح بين 12800 حتى 14 دينار تقريبا في الانترفال هذا. انا زميلتي عفيفه مثال، احنا نحكيو ديما على الاسواق والاقتصاد الى غير ذلك، ولكن من ديما نحاولوا نشيروا على اللي قاعدين نشوفوا فيه بالنسبه لاحترام الاجراءات التوقي من فيروس كورونا. الحقيقه للامانه عفيفه التوقي معناها العقليه مازالت انا نحكي واحنا كل يوم في علاقه باحترام. انا ندخل مارشي سنترال اللي نحب نوصل الصوره هو فضاء مغلق فضاء أيوة. مغلق تصير فيه الاحتكاك خاصه كي يكون مقتصد الى غير ذلك، وما غير ما نتحدثوا على الاوقات الذروه، نعرف اوقات الذروه باش مارشي سنترال باش تكون معناها تكون دائما حدود معناها منتصف النهار منتصف النهار ونص. علاش؟ لانه المواطن التونسي هذايا بار ديفو منذ سنوات يعرف اللي الاسوام بطبيعة التجار غادي أكثرهم مدي ساعة ساعتين ما ثلاثة ماكسيموم، يقول لك يوصل الوقت هذاك يولي ينقص أوتوماتيكمون في السوم، دونك يولي المواطن ياخذ الحاجة بأقل سوم. ولكن في الوقت هذاك كثرة المواطنين إلى غير ذاك، فما بالك معناها كيفاش باش لا قدر الله نحن نقولوا إن شاء الله خير في علاقة بالعدوى، دونك ما فماش احترام فماش ارتداء للكمامات معناها عدد قليل برشا، وهذا مش مفهوم ما نعرفش علاش. واحنا نستنوا حتى تصير كذا شنو نقولوا ان شاء الله خير على كل حال. عفيفه نقول ان شاء الله نهار مبروك مجددا يعيشك يا رمزي. محليها الدوليشه مالغري تو ديما الهبطه ولا المشي للمرشي سنترال عندها هكا جوها وحده هكا ولا ليه؟ بالطبيعه فوالا جو سبيسيال بالنسبه للمارشون. غدوه ان شاء الله نختموا الاسبوع نتاعنا نمشيو لبوان اخرى ان شاء الله وتو نشوفوا حكايه السكر خاطر وين وصلت كيما قلت انت. ايوا مكملين معاك.